شارك وفد مملكة البحرين من وزارة المواصلات والاتصالات في الاجتماع 26 للجنة الوزارية للنقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة. أكد وفد مملكة البحرين أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات النقل والمواصلات، مشيرا إلى الدور الحيوي المهم الذي يلعبه هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية ومسيرة النماء في دول المجلس. هذا وقد تدارس الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما تم تنفيذه من قرارات تتعلق بالتعاون في مجال النقل البري والبحري بين دول المجلس، والموضوعات والدراسات المتعلقة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والخطة التشغيلية للمشروع واستراتيجية النقل البري ومبادرات الممرات الخضراء للموانئ.